احنا فرحانين بالفوز ديال المنتخب ديالنا. الصراحه المنتخب اللي حقق حوايج اللي ما درناهمش بزاف ديال الانديه اللي كبارين ودرناهم حنايا. صراحه احنا المنتخب كبير بزاف وصراحه برافو برافو للدراري كاملين. نعم برافو الاسود كاملين كاملين برافو عليهم صراحه. يعني لعبوا بكل روح رياضيه كنا بروح والله لعبوا بقلب لعبوا بزاف ديال الحوايج. يعني لعبوا بلي سونتيمون ديالهم اكثر ما لعبوا يعني بالجسد ديالهم. يعني كنشوفوا غير الاصابات اللي كاينين ورغبه ذلك كيقول لك حنا بغينا نلعبوا. يعني شنو يعني هما باغيين يزيدوا بالمنتخب القدام. يعني ديك الروح اللي فيهم ديك النفس اللي فينا على المغرب ديالنا على الدول العربيه كامله ودي فوالا. والحمد لله انا مثلنا كاع الدول العربيه يعني سواء قطر سواء مصر سواء يعني بزاف ديال المدن وبزاف ديال الدول اللي مثلناهم. الصراحه برافو الاسود برافو اليوم بزاف برافو الركراكي برافو الوليد رسمك حمرتينا وجهنا الله يكبر بك. لا فريمون والله لا تبارك الله عليهم وبرافو عليهم. هذه حنا ما كنعتبروهاش خساره بتاتا وانما هي فوز وهذه ما هي فوز المغرب وفوز الدول العربيه كامله وفوز الاسود تبارك الله عليهم الله يحفظهم. وكنقولوا لهم من هذا المنبر شكرا شكرا لكم بزاف انكم فرحتونا خرجتونا من واحد الحزن ديال الازمه وخرجتونا من واحد الحزن اللي كنا فيه غارقين. الحمد لله فرحتونا ولعبتوا مزيان ما عملنا ما نبكيو لحقاش ما خلاوناش الاسود نبكيو ولا بكينا كنبكيو من الفرحه. والله يخليهم لينا ديما والله يخلي لهم والديهم وامهاتهم وعاش الملك ديما مغيرين. السلام عليكم. بالنسبه للماتش ديال اليوم الحمد لله احنا فرحانين الدراري تبارك الله عليهم قدموا واحد الانجاز كبير. ما عندنا ما نقولوا تقاتلوا لحد ما كانش في من اتجاه ديالنا وكذلك شويه تحكيم. بالنسبه للماتش اللي فات التحكيم كان احنا كنتمناو ان الفيفا تنصرنا وهادشي ما بقاش يتعاود ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله المنتخب جاب ديما ديما مغرب. دابا بغينا نشكروا السي وليد الركراكي على هذه الفرقه الزوينه اللي ولات عندنا وبما واحد المنتخب اللي كيشرف وحنا فرحانين حيت ولا عندنا منتخب بحال هكا اللي ولينا كنبكيو حيت ما ربحناش فرنسا ما وصلناش للفينال وهادشي الصراحه كيفرح بزاف. وما كرهناش كوب دافريك نديوها ان شاء الله ونكونوا في اعلى مستوى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا من القدس قبل اسبوعين مشان نفرح بفرحة المغاربة ونشاركهم بفرحتهم لأنه أنا فلسطيني جاي من القدس وأنا بحب إحنا الفلسطينيين بنحب الشعب المغربي. دائما الشعب المغربي يرحب بالفلسطينيين خاصة في الفلسطينيين والشعب المغربي هذا أكبر فوز إن كعرب مسلمين إنه الشعب المغربي هو اللي وحد العرب كلها وحد فرحة العرب وأعطى معنويات للعرب والمسلمين. هذا أكبر فوز واعطى دروس للاوروبيين وللعالم كله انه العرب رياضيين باخلاقهم وقدراتهم والحمد لله انجاز هذا انجاز عالمي. احنا ما كناش نتوقع ان دوله عربيه توصل او فريق عربي يوصل للربع النهائي بس الحمد لله اول دوله عربيه وصلت للنصف النهائي. هذا بيرجع لشرف لنا وشرف بيرجع لا محبة الشعب لا للوطن ولا الناس ولا الملك وبرجع هذا في الآخر للملك نفسه الحمد لله اللي بعطي قدرات وبعطي طاقة بعطي مجال للرياضة والمحبة للشعب المغربي خاصة المغربي. وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. الصراحة لف المقابلة ديال فرنسا ولا حتى ديال اليوم اما كانوا شي خواضات اللي ما هماش وما كانش هادشي ما يتعاودش كيف ما كان قال المرابط فار از بولشي وباقي فار از بولشي وما كرهناش يعطيونا غير حقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنلاحظوا كما شفتوا تقصينا من الدور نصف النهائي ولعبنا المباراه على الترتيب وما دزناش الحمد لله. كان عندنا تحكيم ضيعنا بزاف لا في نصف النهائي الى دابا قدر الله ما شاء فعل. المهم اننا وصلنا لهذا النيفو لشرف لينا اننا اول دوله
في القاره الافريقيه كامله كتوصل لهذا النيفو الحمد لله. وحنا فرحانين بالمنتخب ديالنا، لاعبين كبار زياش حكيمي بوفال الى اخره. وش نقول لك، الحمد لله نتمنوا ان شاء الله مستقبلا في 2026 كاس العالم المقبل نكونوا حنا اللي غنتوجوا باللقب. وهذا ما كان، وكنشكر وليد الركراكي بالخصوص اللي هو اللي زرع فينا هذا الروح اننا نوليو نشجعوا المنتخب ديالنا ونحبوا الامه ديالنا. وهذا ما كان ان شاء الله، مرحبا بهم ونستقبلهم باش ما بغاو. وشرف لنا اننا ننظموا المونديال الجاي اللي هو في 2023 غننظموا كاس العالم للانديه. والحمد لله المغرب غادي كيتقدم وكيتقدم، ونحاولوا ما نساوش المشاكل ديال البلاد الاقتصاديه وداك الشيء. ان شاء الله حتى هما يتقادوا ويتقاد العالم الرياضي والاقتصادي والسياسي وكل شيء، ويولي احسن دوله في المغرب وديما المغرب. وشكرا. التحكيم صراحه ظلمونا شي شويه، ما عطاوناش بزاف د الحوايج، ما عرفت واقيلا حيت منتخب مغربي ودوله عربيه، ولكن المهم حنايا فخورين بهم، واخا وصلوا داكشي لهذا ولكن يستحقوا، حنا فخورين بهم بزاف بزاف بزاف. رسالتك الاخيره لويد الركراكي والمنتخب؟ الرساله ديالي ليه هو انهم خاصهم، حنا ديما معاهم وفخورين بهم وديما دايرين النيه، وتا هما يديروا النيه، وحنا ديما مغرب وفخورين بهم، ديما مغرب ديما مغرب. I'm gonna make you mine.